حصلت لي شقة جميلة جدا بدون سعر، ما أقول لكم السعر، تمام؟ جديدة، ما حد قد سكنها، أنا أول واحد سكنها. حلو. الشقة هذه كان سعرها يعني مبلغ مرتفع شوي، بس عجبتني، خشت مخي، مع أنها صغيرة، غرفة وصالة. كلمته قال كيف السعر ذا؟ قلت يا ولدي مين يسار مين يسار؟ قال ما نقدر. دقيت عليه من رقم ثاني. ألو، السلام عليكم، معك الإعلامي الفنان العالمي وليد. أهلا وسهلا باش. قلت أحتاج الشقة هذه، أنا إنسان أبغى أدفع الشقة هذه حق 6 شهور، حق سنة، تمام؟ وأصلا ما بجي في الشقة إلا مرة مرتين في الأسبوع. قال خلاص، كم تحسبها لي؟ قال كذا كذا نفس السعر الأول. حبيبي أنا ما بجي إلا يمكن 13 مرة 14 مرة في الأسبوع، لا تشدها. قال يا أخي أنت ناقص غير هذا يابا. قبل وجهة نظري؟ مرة قبل وجهة نظري؟ المهم قال واحد يقول كان مغبر، ما هو مغبر بس عشان لون بني هذا عدوى. قلت له معك الإعلامي الفنان العالمي وليد قشران وأحتاج الشقة. قال طيب ما أنت فنان عندك دولارات كتير. وقفت عندك تسمع، أنا حاليا الفترة دي الصدق أبي أشتري لي شقة في دبي. هذه الشقة بأخذها بس حقت فقرة التلفزيون هنا، وبمشي دبي، برجع دبي، وأبغى أجمع أكثر إن شاء الله، بشتري لي شقة في القاهرة. أقسم بالله أنا نقص لي الفين. حاضر يا باشا، حول يا باشا، حول لي دفعت 6 شهور. أول مصري، أول مرة أشوف مصري غبي. ليه؟ ليه؟ نقص الفين قال أعطني حلاوة. إيه قال نقص الفين؟ قال حلاوة بتاعتي بالدولار. قلت طيب، والله تدري إيش قال؟ بيض الله وجهه، والله إني حبيته. قال اسمع، قلت له قال أنا بجلس تحت عند البلكونة وأنت ارمي علي الدولارات. قلت يا دي شلال فين عنده؟ فين رحنا؟ منبولي. ها منبولي.